ولا انا هنام حالا. عارف يعني ايه هنام؟ يعني ما اسمعش صوتك. لو سمعت صوتك اعتبر نفسك من كلاب الشوارع. سمعنا ولا لا؟ ايوه انا عايزك هادي كده. ربنا يصلح حالك يا حبيبي. ما اسمعش صوتك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ازاي يعني؟ ايه ده؟ مشغل مهرجانات؟ انا اصلا ما بحبش المهرجانات. وبعدين يا اخي انا نايم. حس بصاحبك. امشي يا عم، امشي من هنا. ده انت رخم. ده ايه ده؟ انا اصلا ما بحبش مهرجانات. ما عنديش مهرجانات اشتغل في البيت.